السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعينا، يا رب دايما تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنشوف لأول مرة شقيقة الفنان أحمد حلمي، هل هناك شبه بينهم وهل يا ترى مين الأحلى، هي ولا زوجته الفنانة منى زكي؟ هنشوف الفيديو، بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ضروري جدا علشان كل جديد يوصل لنا. نشر الفنان أحمد حلمي صورة له برفقة شقيقته على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها قائلا: أختي وحبيبتي وصديقتي، كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي يا حنينة يا غالية، أجمل حاجة في علاقة الإخوات ببعض إن يكون بينهم صداقة. وانهالت عليه التعليقات التي تتمنى لشقيقته دوام الصحة والعافية من المتابعين، والتي جاء بها: كل سنة وهي أمرايا وطيبة وجميلة ودايما مع بعض، ملامحها جميلة قوي وحنينة، ربنا يخليكم لبعض. ليلي شبه عمتها، كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة وراحة بال ويخليكم لبعض يا رب العالمين. يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي كان فيلم خيال مآتة، ولكنه لم يحقق نفس نجاح أفلامه السابقة، وشاركوا في البطولة كل من منة شلبي، حسن حسني، وبيومي فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي. نتمنى من كل قلبنا مزيد من التألق والنجاح للنجم الكبير أحمد حلمي. بكده يكون فيديو النهاردة خلص، انتظرونا في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعينا، يا رب دايما تكونوا بخير.